السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم قناة سبي. ان شاء الله تعجبكم وصفتنا لنا اليوم. اليوم راح نديروا كسرة محشية بوصفة سهلة سريعة بسيطة واقتصادية، من اروع الوصفات الصيفية اللي تقدروا تديروها كوجبة للغداء او العشاء. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ولدعم القناة على المواصلة. مباشرة راح نروحوا مقادير وصفتنا لنهار اليوم. اول حاجه حنوجدوا الحشو تاعنا اللي راح يكون الشكشوكه. انا هنا الشكشوكه راح نديرها بالبصل وحده، يعني ما راحش نضيف معاها الطماطم، راح ندير بصل وحده. هنا عندنا كميه من البصل على حسب كميه العجين اللي درتوها، راح نضيف معاها كميه من الفلفل الحار. هنا الفلفل الحار اختياري، يعني تقدروا ديروه كما تقدروا تستغناو عليه. كما تعرفوا الكسره المحشيه تحب الفلفل الحار. هنا حندير كميه من الثوم، والبهارات راح ندير ملح فلفل اسود فقط ورشه فقط من الكركم. يعني انا الفلفل الاخضر اللي درته ما كانش حار بزاف، ضفت معاه كميه قليله فقط من الفلفل الاحمر. نخلطوا كل المكونات هذه مع بعض، نضيف لها ملعقة كبيرة من الطماطم المصبرة، ونخلطوا كل شيء مع بعض ورايحين نغطيوا عليها ونخليو البصل تاعنا حتى يذبل. نخلطوا مليح كمية الطماطم هكا باش تندمج مع البصل اللي كنا درناه. رايحين نغطيو عليها ونخليو البصل تاعنا حتى يذبل. بعد ما ذبل البصل تاعنا، واهم حاجه يكون نشف من الماء اللي يكون طلقو، نحتاجو الحشو تاعنا يكون ناشف، راح نضيف كميه من المعدنوس ويكون جاهز معنا الحشو. لازم الحشو تاعنا يبرد. بالنسبه للعجين، هنا راكي الكاس المستعمل 150 مللتر اللي هو الكوبلي. هنا استعملت 5 كؤوس من السميد المتوسط. السميد المتوسط اللي يكون رايح للرقيق ماشي اللي يكون رايح للخشين. كما تقدروا تستعملوا السميد الرقيق، هذا هو الكأس اللي استعملته انا. هنا استعملت 5 كؤوس. عندي كمية من الجنجلان اختياري. هنا عندي نصف ملعقة صغيرة من خميرة الخبز. هنا نحتاجو خميرة الخبز فقط تطري لنا العجينة، ما نحتاجوهاش يعني باش تخمر. هنا عندي ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات، ملعقة صغيرة من خميرة من الملح، وملعقة كبيرة من الحليب بودرة. ملعقة صغيرة هي تاع القهوة الصغيرة كامل. هنا إذا ما عندكمش الحليب بودرة، يعني عوضوه بفنجال من الحليب. راح نخلط المكونات هذه مع بعض حتى تندمج. راح نضيف معها نصف كأس من الزيت. هنا كما تعرفوا الكسرة المحشية ما تجيش مبسة بزاف، ماشي كيما الكسرة تاع الرخساس يعني ولا الكسرة اليابسة. نديرو فقط كم من نصف كأس من الزيت مع 5 كيلات من السميد. ورايحين نلمو العجينة تاعنا بعد ما بسسناها، راح نديرو لها الماء عادي بدرجة حرارة المطبخ، يعني ماء عادي. أنا راح نقيس بالكأس باش تشوفوا شحال خدات معايا كمية الماء. هنا استعملت حوالي كأسين من الماء، يعني حوالي 300 مليلتر. هنا دائما كي تعجنوا العجينة تاعكم، تعجنوا وتقطعوا العجينة تاعكم، شوفوا تكون عجينة طرية. هنا لازم تشوفوا السميد تاعكم اذا يشرب ولا لا. شوفوا انا هنا فقط خليتها حوالي دقيقه او دقيقه ونصف، كان شرب السميد تاعي كل كميه الماء. هنا راح نضيف لها كميه قليله من الماء. دائما كما راكم تشوفوا تقطعوا العجينه تاعكم ماشي تجمعوها فقط. هنا راح نضيفوا ملعقه كبيره من المارغرين، ولا تضيفوا ملعقه كبيره من السمن. وتعاودوا تدخلوا كل كمية المارغرين أو السمن اللي درتوها في العجين. هنا راح تشكل معاكم عجينة طرية وتكون ما تلاصقش في يدينا.
شوفوا تكون عجينة طارية. هنا حنديروها في كيس بلاستيكي ونخليوها ترتاح 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة، على حسب الوقت اللي يكون عندكم. هنا بعد ما فتح لي عليها حوالي نصف ساعة، كان الحشو تاعي برد والعجينة تاعي راهي ما شاء الله من أروع ما يكون. رايحين نبدأ نشكلوا العجينة تاعنا، نشكلوها على قريصات كيما نحبو على حسب الحجم اللي حبيناه، ورايحين مباشرة نبدأ نطيبوا فيها. هنا راح نجيب ورق الطهي باش يسهل عليا العملية، راح ندير له كمية من الزيت هكا باش يجيني لون الكسرة تاعي محمر، ونبدأ نفتحوا العجينة تاعنا. هنا شوفوا لازم نفتحوها تكون رقيقة، ما نفتحوش العجينة تاعنا خشينة، تكون رقيقة. راح نديروا لها كمية من الحشو. هنا كما قلت لكم الحشو تاعنا لازم يكون ناشف، ما يكونش الحشو فيه الكمية من الماء، لازم ننشفوه مليح. وهنا راح نغطيو عليها هكذا بكل سهولة، ولا ديروا بوحدة فوق وحدة، يعني كيما تحبوا، سواء ديروهم قرصات ولا ديروهم هكذا كل واحد والخبزة تاعه. نضغطوا مليح في الأطراف باش نغلقوها مليح وما تفتحش معانا في المقلاة. ورايحين نحيو الزائد هذاك اللي يكون، اكيد الزائد هذاك اللي يكون ما راحش نرميوه، راح نكملوه مع العجينه الاخرى المتبقيه. هنا ورق الطهي راح يعاونكم بزاف باش ويكون يعني يسهل عليكم العمليه. هنا المقلاة تاعي راهي تسخن، ولا الطاجين تاعي راهو يسخن كيما حبيتو. اللي عنده طاجين من الاحسن يدير الطاجين، واللي ما عندوش مباشرة يدير في المقلاة، ويكون يعني من اروع الوصفات ووصفة غداء او عشاء سهلة. هنا راح نشكلوا عليها ثقوب العود الخشبي. هنا اذا درنا بالفرشيطة ولا بالسكين راح ديننا فتوحات كبيرة، والحشو تاعنا راح يخرج والعجينة تاعنا راح تتفتح هكذا حتى تطيب على الجهتين، ويكون كملوا كل كمية الخبز تاعنا اللي عندنا. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، وصفة سهلة سريعة بسيطة، يعني عشاء أو غداء خفيف ظريف. إن شاء الله تعجبكم الوصفة، وما تنسوش اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولدعم القناة على المواصلة. الوصفة مكتوبة بالتفصيل في صندوق الوصف، لما يعرف صندوق الوصف فقط يضغط على العنوان راح يخرج له صندوق الوصف فيه كل شيء بالتفصيل. وإذا جربتوا أي وصفة كذلك خلونا رأيكم في التعليقات أسفل الفيديو. نتلقاو في وصفات أخرى إن شاء الله، وإلى الملتقى.